سادة المشاهدين مساءكم خير. خلوني في الأول أعتذر لحضراتكم عن عدم التزامي بالشكل اللائق بيكم اللي المفروض بطلع بيه دايما. الحقيقة خلوني أعتذر لكم كمان عن عدم إذاعة حلقة الليلة اللي المفروض كانت عن إزاي الزوجة تعرف إن زوجها متجوز عليها. الاعتذارين دول بسبب حالة إنسانية بحتة وطارئة صاحبها استغاث بينا على صفحة البرنامج اللي المفروض معمولة لخدمتكم وحل مشاكلكم. الشخص ده اسمه المهندس مكرم حمودة، واللي شكينا في أمره لأننا ما صدقناش إن في كده في الدنيا، وكانت الكارثة الكبرى والمفجعة إننا تأكدنا من صحة كلامه. كان لازم نتأكد لأن اللي هو فيه ده كارثة ممكن تبيد منطقة سكنية بحالها بسكانها وأكتر من كده كمان. مش هقول دلوقتي السادة المشاهدين، أنا عايزة أقول يا كل إنسان يشاهد الآن يملك ذرة من الآدمية والإنسانية والخوف علينا وعلى البشر وعلى شعب مصر يشوف حل للكارثة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. أنا عاوزة غير أصحاب القلوب الرحيمة اللي هيتعاطفوا مع المهندس مكرم، واللي طبعا هيكون أنا متأكدة إنه في ناس هتتجاوب مع حالة المهندس مكرم ومصيبته وابتلاءه، عايزة إنه المسؤولين اللي تقاعسوا عن أداء واجبهم يتحاسبوا حساب يتناسب مع حجم الكارثة، لأن روح المصري مش رخيصة، مش رخيصة أبدا. السادة المشاهدين، الموضوع بالظبط إن المهندس مكرم مصاب بأخطر 3 فيروسات قاتلة ومعدية ليه ولكل المحيطين بيه. هتقولوا لي فين المشكلة؟ أنا مش هحكي، لأن حالة المهندس مكرم ما تتوصفش، وهسيبه هو يحكي مصيبته وابتلاءه. وطبعا يعني في كارثة في إن إحنا كنا نجيبه وندخله الاستوديو، وأنا الحقيقة عشان كده ما التزمتش بالشكل اللائق بيكم، هي حاجة جت على غفلة على الهوا. إحنا مستعدين، كنا بنستعد، وجت ضيوف الحلقة التانية اللي بينزل البرومو بتاعها طول الأسبوع، وأنا لسه ما جهزتش، وأنا يعني بعتذر لكم إني يعني مش حاسة إني مش مستعدة استعداد لائق بالمشاهد اللي بنطلع ونحب نكون عند حسن ظنه. لكن الحقيقة الكارثة اللي جت لنا جت، وحبينا إن إحنا ما نتهاونش ولا ننتظر لحظة فيها، وحاولنا بكل ما أوتينا من وقت وقوة وفريق الإعداد وكل الناس اللي في الاستوديو إن احنا نسيطر ونحاول نحل الموضوع. هيبقى معانا بعد الفاصل المهندس مكرم، وهنطلع فاصل ونسمع منه حكايته بعد الفاصل.